قال لي احدهم ان البلوجرز دول فيما معناه ان البلوجرز دول عملوا شيء من لا شيء. قلت له اتفق معاك بصراحه، وتعالى اقول لك البدايه جت ازاي. اول بلوجر في العالم هي كيم كارداشيان، ما كانوش لاقيين مسمى حقيقي لوظيفتها، فكانوا بيقولوا عليها صاحبه تلفزيون الواقع او بتقدم رياليتي شو. حتى عمرو اديب كذا مره يتكلم عنها في لقاءاته ويقول هي عندها ايه موهبه اصلا، هي بتشتغل ايه اساسا، ولا هي ممثله ولا مغنيه بس مشهوره قوي. لا حضرتك، هي بتقدم حاجه اسمها رياليتي شو، يعني انا عندي حياه مرفهه لازم اظهرها للناس بعيدا عن المسلسلات والافلام والحاجات دي، لا حياه حقيقيه. وعايزه اقول لك ان الناس انترستد قوي انها تشوف الحياه الحقيقيه، يعني الناس تحب تشوف قوي الناس عايشه ازاي في الحقيقه. يمكن الاقي حد شبهي، يمكن الاقي فلان عايش زيي. الناس تحب قوي تشوف الحياة الحقيقية أكتر من الأفلام والمسلسلات. بدأت كيم كارداشيان تنجح جدا ويتابعها ملايين من الناس، وبقت أيقونة كمان، هي الأيدل في الجمال، احنا هنقلدها وهنعمل زيها في شكل عينها، في رسمة جسمها، في كل حاجة، في الشيب بتاع جسمها، كل حاجة. لحد ما ظهرت منصات السوشيال ميديا، وهنا بقى الموضوع أعمق شوية وأكبر كمان، فظهر على مستوى العالم كيم كارداشيانز كتير قوي، فالموضوع انتشر جدا واصبحت مهنة البلوجر دي مهنة اساسية موجودة في الحياة، وناس كتير بتسعى انها تشتغلها كمان. والموضوع كمان ما بقاش سهل زي زمان، لانه بقى فيه عدد كبير جدا جدا جدا. نيجي مثلا في مصر، كل بلد بقى وثقافتها، هنلاقي ام محمد وام مروان وام ياسين وام ياسمين، كلهم بيتنافسوا يعني مع بعض، بيتكلموا في حياتهم الحقيقية وبينجحوا كلهم على فكرة. هل هيشدني اكتر حياة واحدة حقيقية بتعرضها لك، ولا واحدة بتمثل في مسلسل او فيلم؟ ايه اللي هيشدك اكتر؟ هيشدني الحياة الحقيقية. ومن هنا انتشر بقى البلوجرز. هو هم عملوا شيء من لا شيء، بس شيء خطير. عايزة اقولك دي حرفانة بقى، دي بجد حرفانة، انك تعمل شيء من لا شيء وتدخل كمان فلوس وانت قاعد في بيتك، دي حرفانة. شفايفي فجأة كبرت يا جماعة، والله معاكم كده دلوقتي، مش عارفة ازاي ان انت تدخل فلوس وانت قاعد في بيتكو، وكمان فلوس مش قليلة، وكمان بيتابعك ناس كتير وانت قاعد في بيتكو، وفاتح كاميرا تليفونك بتهزر مع الناس وبتتكلم. لا دي بقى حرفنة، دي بقى حاجة مش سهلة خالص، واللي يعرف يعمل كده شابوه ليه طبعا.